بيوم الاستقلال بهذا اليوم العظيم، استقلينا من الفرنسيين. الحزبية راحوا على صرح القرية، على صرح سلطان باشا، رجعوا صور بشار الأسد، وراحوا الأحرار شلوهن وخزقوهن. وعنا بالقرية صارت نفس الحالة، حاولوا يفتحوا مكتب حزب البعث، كمان أحرار عريقة منعوا هالشي. يعني نحن مش عارفين لوين بدنا نوصل بعد كل هالشي اللي يعني اللي شفناه من السلطة. نحن صح استقلينا من الفرنسيين، بس اجانا الاستعمار الأسدي اللي بعده حكمنا من أكثر من 50 سنة، وجبلنا المستعمرين الإيراني والروسي والأمريكي. نحن راح نضلنا نعبر عن موقفنا بساحة الكرامة، ما راح نتراجع. والهتافات اللي كانت قبل شوي بتدل على هالشيء، مستمرين لإسقاط هذا الطاغية، ولأن راح يكون في استقلال جديد. ويعني بس نخلص من هذا الطاغية ساعتها منقول نحن استقلينا.